أجمع العلماء أن صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها أن صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه. أخذها منه هي إيش؟ وهي نعم مذبوحة ومطبوخة وجاهزة، ذبح وسلخ وحط فيها ولا ايش؟ صاحب جاء شو؟ خذ يا عم الله يرضى عليك. نعم قال ايش؟ اجمع العلماء اخذها منه، وكذلك لو ذبحها اخذها منه مذبوحة. اذا سواء كانت مذبوحة او غير مذبوحة وجاء صاحبها ايش؟ يأخذها ولا مشكلة ولا شيء، ما بده بدفع يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.